بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو يوم الجمعة المصادف 25 أكتوبر، هو إحياء ذكرى شهداء تشرين الأوفياء الذين ضحوا بدمائهم من قبل محافظتهم ومن أجل مطالبهم. ها نحن اليوم نتواجد في ساحات الاعتصام في ساحة الحبوبي، أبناء الناصرية، شباب الناصرية المتظاهرين الأوفياء الشرفاء، ولازلنا نطالب في ولازلنا على مهلتنا العفو، ونطالب ونؤكد في مطالبنا عن إطلاق سراح المعتقلين من شباب تشرين الذين لم تثبت عليهم أدلة.